تعد السلامة المرورية غاية أساسية تتطلب الالتزام بعدد من الاشتراطات، في مقدمتها الفحص الفني للسيارات ومراعاة الصيانة الدورية في مواعيدها المقررة. تعمل الإدارة العامة للمرور على تقديم خدماتها للجمهور وفق أحدث الأساليب التي تضمن بالدرجة الأولى تحقيق السلامة المرورية، ومن بين تلك المجالات خدمة الفحص الفني للمركبات والتأكد من مطابقتها لشروط المتانة والسلامة، وهو أمر أساسي من أجل سلامة المركبة والسائق وكل مستخدمي الطريق. مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة لابد التركيز على إجراء الفحص الدوري على المركبات لضمان أمن وسلامة كافة مستخدمين الطريق. لابد على كافة السواق ومستخدمي المركبات التأكد من صلاحية كافة الإطارات بعدم وجود أي تآكل أو أي تمزق في الإطار، أيضا التأكد من مستوى ضغط الإطار، التأكد من قوة الفرامل ومدى كفاءتها وفعاليتها عند الاستخدام، أيضا لابد التأكد من نظام التبريد على المحرك، ويفضل استخدام في نظام التبريد السوائل ذات النوعية والجودة العالية، خاصة مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يكون الجهد أكبر وأكثر على المركبة، وخاصة مع استخدام المكيف. أيضا بد إجراء الصيانة الدورية على مساحات الزجاج، فالبعض يعتقد أن فقط استخدام مساحات الزجاج يكون في فصل الشتاء، أيضا فصل الصيف هناك عوامل أخرى مثل عوامل الطريق أو عوامل الرطوبة لأهمية كبيرة من استخدام المساحات في فصل الصيف. ويتطلب فصل الصيف ارتفاع درجة الحرارة التزام سائقي السيارات بكافة متطلبات السلامة، ومن بينها الفحص الدوري وصيانة المركبة، خاصة مع زيادة حوادث حريق السيارات. جزاهم الله خير قسم التسجيل، سريعين متعاونين كلهم شباب طيبين يعني وبشوشين معانا، ويعني لله الحمد والفضل والمنة، يعني أمورنا كانت جدا سريعة في إنهاء الإجراء مال تسجيل السيارة وفحصها الفني. أمور ثانية ودنا ننبه عليها، احنا فصل الصيف ينبغي إن الواحد يعني يهتم في السيارة في إطاراته، مراعاة قواعد الأنظمة السير والمرور، هذه أمور جدا مهمة خاصة في فصل الصيف عندنا. فصل الصيف طبعا احنا منطقة الخليج المفترض ان الواحد يخلي باله أكثر من غيره، يعني احنا نشوف يومية سيارات تحترق في الشارع العام، واسمه مفترض ان صاحب سيارة أو اسمه يوديها فحص دوري على أساس انه يتأكد من سلامتها ويتبع النصائح والاسم الإرشادات المرورية على أساس إنه يتوخى إنه يطيح في أي مشكلة على الطريق. بخصوص في هالصيف يعني ترتفع درجة الحرارة، فالناس لازم تغير إطارات، تغير زيت، يعني لازم هاي إجراءات، يعني لازم عشان تشوف على سلامتنا إحنا مش عشان أي شيء ثاني. وشيء ثاني الناس أنصحهم إنه ما يخلون أي شيء في السيارة لها، يعني إنه ينفجر مثلا تلفونات، بيبسي، عطر، الأشياء اللي فيها كحول أو الأشياء اللي تنفجر بصفة عامة. أنصح الناس في الصيف أن يعني شيء يكون الإطارات، يحاولون مثلا إذا إطارات منتهي يحاولون يبدلونها لأنه خطر عليهم، ويحاولون يبدلون زيت المحرك ما يخلونه فترة طويلة، وزيت الفرامل عشان لو صار شيء في الشارع أو تفاجأ بشيء يكون الفرامل 100% يعود. فصل الصيف لاحظوا دائما الإطارات مال السيارات، ولاحظوا دائما بشكل دائم لازم الملاحظة تبع إلى حرارة السيارة، هذا الشيء مهم لأنه ممكن يأثر على السيارة نفسها، ممكن يأثر على زحمة الشارع بشكل عام. يحاولون الأوادم يتجنبون التوائر إذا كانت منتهية يكون لهم تواير جدد، يحاولون يعني لان الحراره مرتفعه دائما يحاولون يشيكون الماء ويوقفون السياره على برد لان الحراره مرتفعه، سلامتهم وسلامه الاخرين. السلامه المروريه هدف رئيسي تعمل عليه الاداره العامه للمرور، وتجاوب سائقي المركبات امر جوهري في هذه المنظومه، وهو ما يتحقق من خلال تعاون كافه مستخدمي الطريق واتباع الارشادات المروريه.